من جديد، استشهد فتى مقدسي في منطقة المصرارة قرب البلدة القديمة، وذلك جراء إطلاق نار من الاحتلال. وعليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن مستوطنا أصيب بجراح طفيفة في عملية الطعن. إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه الصور المباشرة من موقع العملية الذي تقول السلطات الإسرائيلية بأن مستوطنا سقط جريحا خلال هذه العملية. إذن فلسطيني أصيب بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه جنوبي الخليل بذريعة محاولته تنفيذ عملية دهس، وهذه الصور تأتينا قبل قليل من موقع الحادثة. إذن حتى الآن وبحسب المصادر الإسرائيلية سقط جريح في صفوف المستوطنين. فلسطينيا أيضا أصيب فلسطيني بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه جنوب الخليل بذريعة محاولته تنفيذ عملية دهس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بعدم وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال. كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مؤسسات شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد بالقرب من جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهة. وأفادت هيئة شؤون الأسرى باعتقال الشرطة الإسرائيلية 6 مقدسيين من قرية العيسوية في القدس المحتلة. اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم طول كرم مع أجهزة أمن السلطة عقب مقتل شاب في مواجهات مع أجهزة الأمن بعد إزالتها متاريس حديدية. المتاريس وضعها مقاومون في المخيم لإعاقة اقتحامات قوات الاحتلال. قالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أطلقت النار خلال المواجهات. إذن مشاهدينا بالعودة إلى إطلاق الاحتلال الرصاص على فتى مقدسي في منطقة المصرارة قرب البلدة القديمة في القدس، ينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد دراوشي ليطلعنا على تفاصيل المشهد. تفضل أحمد. مويدة، إذن استشهد شاب فلسطيني منذ قليل، منذ أقل من نصف ساعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعدما طعن مستوطنا في منطقة المصرارة. المستوطن أصيب بجراح متوسطة، نقل على إثرها إلى مشفى شعري السادك هنا في مدينة القدس لتلقي العلاج. الفتى الفلسطيني ويبدو من الصور أنه فتى أصغر من شاب جاء إلى تلك المنطقة بحسب ما تدعي الشرطة الإسرائيلية في تحقيقاتها الأولية، وهو متنكر بزي حريدي. طعن مستوطنا، المستوطن لاذ بالفرار، لكن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتربت من هذه المنطقه، منطقه المصراره هي ملاصقه لمنطقه باب العمود، وكل هذا المحور يشهد وجودا اسرائيليا كثيفا. كل عمليه تبدا في هذه المنطقه يصفي الاحتلال الاسرائيلي بعدها منفذ العمليه خلال اقل من دقيقتين او خلال 3 دقائق، بخلاف مناطق أخرى في مدينة القدس تحديدا في القدس الغربية التي لا يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من الوصول بسرعة إلى مكان وقوع العملية لأنه ينتشر بالأساس على الطرقات المحيطة بالبلدة القديمة. وجود كثيف للشرطة الإسرائيلية في منطقة المصرارة ومنطقة باب العمود والطرق التي تؤدي إلى هناك. أيضا العملية وقعت في محطة للقطارات، بالتالي أغلق الاحتلال الإسرائيلي حركة القطارات من وإلى تلك المنطقة. إلى الآن لا نعرف هوية الشاب الفلسطيني وإن كان مقدسيا أو من الضفة الغربية وتمكن من الدخول إلى مدينة القدس.
شكرا لك أحمد دروشة، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.